حياكم الله مشاهدينا الكرام بالتغطية الخاصة والمستمرة من قناة الأيام الفضائية حول عملية طوفان الأقصى لبحث آخر المستجدات والتطورات حول المعركة واللي صار لها ويا اليوم 31 يوم تقريبا. يوم هذا وسط ملاحم طبعا وبطولية سجلها المقاومة الفلسطينية، حيث برهن الشعب الفلسطيني مدى قوته وصبره وثباته بهذا الكيان الصهيوني وبوجه الكيان الصهيوني، على الرغم من استمرار الكيان باستهداف المدنيين والأطفال. أكيد سنناقش تفاصيل كثيرة بتغطيتنا لهذا اليوم، وينضم معي أكيد ضيوفي الكرام حول محور حلقتنا لهذا اليوم، غزة شهر من الصمود. وأرحب بضيفي الكريم أستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك أستاذ. حياكم الله. أهلا وسهلا. وأيضا سينضم معي لاحقا عبر سكايب منير الغول ناشط وصحفي من فلسطين، وأيضا سينضم معي عبر الهاتف لاحقا غنى الرباعي باحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان من بيروت. أهلا وسهلا بكم. أبتدي بحوار أكيد مع أستاذ مؤيد العلي. أستاذ مؤيد، يعني بدأت عملية طوفان الأقصى في 7/10 واليوم إحنا 7/11، يعني العملية تقريبا صار لها شهر. شلون تقيمون الوضع؟ كيف تقيم قوة الردع الفلسطينية إلى الآن؟ هل حققت أهدافها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيد غفران وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام. أهلا وسهلا. يعني اليوم فعلا نمر على تعدى شهر كامل على يعني معركة طوفان الأقصى التي انطلقت في 7 أكتوبر. نعم. شهر كامل وما زالت المقاومة الفلسطينية تسطر أروع الملامح وأروع صور الثبات والمقاومة والصمود بوجه الكيان الغاصب، وأيضا هناك تلاحم شعبي كبير جدا وجماهيري من قبل أبناء غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام مع هذه المقاومة التي أدركت تماما أنه لا يمكن الخلاص لا من هذا الاحتلال، ولا يمكن إيقاف الاعتداءات المتكررة والاستهانة بالمقدسات في القدس وفي فلسطين وفي دماء أبناء الشعب الفلسطيني، سواء كانوا شيوخا أو أطفالا أو نساء، إلا من خلال المقاومة. لذلك أتت هذه المقاومة في 7 أكتوبر بعملية نوعية وخاطفة أثرت العدو الصهيوني وفاجأته. أيضا في جانب آخر، يعني الصمود لهذه المقاومة مستمر لحد هذه الأيام، وهناك محاولات اقتحام برية من قبل الكيان الغاصب لكنها لم تفلح لحد الآن. في المقابل أيضا يعني مر علينا شهر من الخسارة الواضحة والفشل الذريع لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لما يسمى بأسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، الذي بدأ منكسرا وخاسرا بشكل كبير جدا منذ 7 أكتوبر إلى حد هذا اليوم. ايضا هناك هستيرية. نعم. وتعامل ب استاذ مؤيد العلي، استاذ لو سمحت، ما هو سر هذا الصمود؟ شلون قادرة فلسطين انه تقف بوجه الكيان الصهيوني وبوجه امريكا؟ تفضل. الشعب الفلسطيني هو شعب حر وشعب كريم وشعب مقاوم، لم يرضخ للاحتلال الصهيوني منذ ان تاسس هذا الكيان الغاصب، وكان بكل ما يمتلك من قوه. راينا انه كانت هناك مقاومه من خلال ثوره الحجاره وما بعدها، اليوم وصلنا الى ان تكون مقاومه نوعيه، مقاومه من خلال الصواريخ، مقاومه من خلال القاذفات، مقاومه من خلال المسيرات، وهذا تطور نوعي كبير جدا من قبل المقاومه الفلسطينيه التي ايضا هي منبثقه من رحم الشعب الفلسطيني. ايضا الشعب الفلسطيني اليوم هو يقف مساندا لهذه المقاومه ومشيدا ببطولاتها ويرفض عمليات التهجير. لذلك الثبات الشعب الفلسطيني في غزه وعدم الرضوخ لمحاولات التهديد والتهجير من قبل الكيان الغاصب هي ايضا رقم مهم جدا في هذه المعادله التي تشكلت بعد 7 اكتوبر، وبالتالي وقفت بوجه كل محاولات التخويف والتهديد والهجمه البربريه التي يقودها الكيان الغاصب، طبعا بمساعده امريكيه واضحه جدا. امريكا اليوم هي من تدير المعركه في اسرائيل. ايضا انه اليوم يعني شهر كامل على مسألة إبادة جماعية تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضد أهداف مدنية في غزة وغيرها، لأنها فشلت في تحديد بنك أهداف يعني للعسكريين وللمقاومين وللجهات الأمنية. نعم. والعسكرية التي تقوم بضرب القوات الإسرائيلية في غزة. هذا الأمر يبين بشكل واضح فشل الجانب الاستخباراتي ليس فقط لأمريكا إنما حتى لإسرائيل ومن يدعمها. نعم. وأيضا هناك يعني عملية الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الغاصب لمدة يعني 31 يوم هي تبين بشكل واضح أنه هذا النظام يعمل بهستيرية واضحة، ما زال يريد أن يعيد ماء وجه إسرائيل، يريد أن يعيد هيبة الجيش الذي لا يكسر كما يقال، لكنها أعتقد كل هذه محاولات فاشلة، أن هيبة إسرائيل انكسرت في طوفان الأقصى، وبالتالي سوف تكون طريقاً
أو خطوات أولى لتحرير فلسطين من دنس هذا الكيان الباسط. أستاذ مؤيد، ذكرت هناك إبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني، ما هي الرسائل التي يريد الشعب الفلسطيني إيصالها للعالم؟ لأن احنا نلاحظ رغم هذه الإبادة الجماعية، رغم هذا الضغط على الشعب الفلسطيني، لكن هو صامد وصابر وقوي بوجه هذا الكيان. ما هي الرسالة التي يريد إرسالها الشعب الفلسطيني للعالم أجمع؟ تفضل. الإبادة الجماعية هي يعني قبل هذه الإبادة الجماعية وقبل طوفان الأقصى بالأساس كان هناك حصار مطبق على غزة. نعم. هناك كان نقص واضح في دخول المواد الغذائية والأدوية، كانت هناك عمليات تقطير لهذه المواد الأساسية للحياة لأن تدخل إلى غزة بسبب المقاومة غزة وموقفها من الاحتلال الإسرائيلي. بعد عملية طوفان الأقصى هناك يعني حصار مطبق وحصار ظالم وغير إنساني. ليس هناك اليوم مستشفيات تعاني من نقص واضح في الأدوية. نعم. نقص في الوقود. هناك مستشفيات وإن كانت تتوفر معدات طبية بسيطة جدا لكنها لا تمتلك الوقود لتشغيل المولدات والطاقة الكهربائية فيها. أيضا هناك مستشفيات قصفت، لذلك الهستيرية الأمريكية والإسرائيلية صبت جام غضبها على المواطنين في غزة. رسالة الشعب الفلسطيني واضحة جدا، أننا لن نترك أرضنا. نعم. لن نعيد المعادلة التي حدثت والأمر والخطأ الاستراتيجي في عام يعني 48 عندما تركت العوائل وهجرت من مناطقها ونزحت، واليوم هناك ملايين. نعم. من الفلسطينيين في دول متفرقة، هم لا يريدون أن يعيدوا هذه المأساة، يريدون أن يبقوا في أرضهم. بالتالي يعني كانت هناك معادلة واضحة، أما أن نحيا ونعيش بحرية وبكرامة أو نموت، ويشرف لنا. نعم. أن نموت تحت ضربات الاحتلال الغاصب مجرد أن لا يعني نوطئ رؤوسنا أمام وننحني أمام هذا الاحتلال الغاصب، لأن وجود هذه الهمة وهذه الرسالة الواضحة من الشعب الفلسطيني أنه اليوم نرفض بشكل كامل وقطعي هذا الاحتلال. نعم. كما نرفضه بشكل السابق في الفترات السابقة، لكن اليوم بشكل آخر وبشكل أوسع وبشكل نوعي أمني وعسكري كبير جدا، وبالتالي لن نخضع لطائراتكم ولن تخيفنا صواريختكم. ورأينا هناك العديد من النساء. نعم. والأشخاص الذين فقدوا عوائلهم بالكامل هم يقولون يعني سوف نعطي هذه. نعم. الدماء وأكثر منها، لكن يجب أن نبقى ثابتين في أرضنا. نعم. من أجل قضية مؤيد. قضية وطن وقضية كرامة. نعم فعلا احنا شاهدنا كثير من الرسائل اللي اراد الشعب الفلسطيني ايصالها للعالم، واكيد حتى اطفال شاهدنا هناك رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي اوصلوا رسائل انه صامدين بوجه الكيان ولن يتخلوا عن ارضهم. اكيد انتقل الى ضيفي الكريم الناشط والصحفي من فلسطين الاستاذ منير الغول. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بكم، تحيه طيبه. اهلا وسهلا استاذ. بدايه نريد نتعرف على الوضع من داخل فلسطين، كيف تقيمون هذا الوضع؟ وصار لمعركه طوفان الاقصى تقريبا شهر اي 31 يوم، كيف ترى الوضع داخل فلسطين؟ تفضل. نعم، هذه المعركه طوفان الاقصى التي شنتها المقاومه في 7 أكتوبر الماضي اكيد كان لها 4 أسباب. الاول اقتحامات وانتهاكات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين بدعم الحكومة اليمنية الإسرائيلية المتطرفة. الثاني ملف الأسرى في السجون والتضييقات عليهم. الثالث حملة الاعتقالات والاغتيالات في الضفة الغربية. ولا شك أن هذا الملف كان مؤلما جدا في العامين 2022 و2023. والملف الرابع الحصار الخانق على قطاع غزة للسنة 18 على التوالي. كان لابد من توجيه رسالة من الشعب الفلسطيني للكيان المحتل بضرورة الوقف والكف عن هذه الانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا ونحن ندخل اليوم 32 لهذه المعركة وهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، لابد أن المقاومة لا زالت صامدة. صحيح أن الاحتلال يستخدم وسائل للتضليل وخصوصا أساليب يمررها أمام المجتمع الدولي من أجل تبرير انتهاكاته واستمرار قصفه، وتأكيد لذلك أن الولايات المتحدة تدعم هذا القصف وترفض حتى هذه اللحظة مسألة وقف إطلاق النار. وهناك مؤامرة كبيرة على الشعب الفلسطيني تستهدف إبادته وأيضا إجلاءه لربما ونزوحه إلى مصر أو الأردن. هذا مخطط خطير جدا. نعتقد أن المسألة ليست بالسهولة، ولكن كما ذكر زميلنا العزيز هناك مقاومة باسلة من المواطنين ومن المقاومة داخل قطاع غزة، خصوصا أن المعركة البرية التي يشنها الاحتلال منذ أسبوعين اقتربت من وسط مدينة
المناطق المهولة، وبالتالي وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا. نعم أستاذ منير، يعني هذه الأساليب اللي ذكرتها قبل قليل هل هي أثرت على الشعب الفلسطيني؟ هل هي مؤثرة؟ يعني هذه الأساليب التي يقوم بها الكيان الصهيوني؟ نعم، هي لا تؤثر على الإطلاق. هناك وعي كامل لدى أبناء الشعب الفلسطيني بالضلال الذي تقوم من خلاله وسائل الإعلام الإسرائيلية أو المتحدثين بلسان الجيش أو حتى نقلا عن المسؤولين في الوزارات الإسرائيلية المختلفة. يدرك الشعب الفلسطيني أن هناك أخبارا تضليلية وأن هناك محاولة لإضعاف المعنويات الفلسطينية، ولكن حقيقة ما نشاهده على أرض الواقع يتجلى بإصرار وصمود وتضحيات من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، رغم أن هناك أيضا حملة مكثفة من الاعتقالات والاغتيالات في الضفة الغربية وحتى في مدينة القدس التي قدمت حوالي 16 شهيدا منذ بدء معركة طوفان الأقصى. وبالتالي إسرائيل تسعى لقمع كل ما هو فلسطيني، حتى وصلت الأمور بها إلى تقييد النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي واعتقالهم وأيضا الاعتداء عليهم، حتى وصل الأمر باغتيالات لسجناء فلسطينيين، اثنين من الضفة الغربية واثنين من قطاع غزة. إسرائيل تقوم بعمليات عنف كبيرة جدا تستهدف الشعب الفلسطيني في كل المناطق، ولكن الشعب في الضفة في القدس وأيضا في الداخل الفلسطيني متيقن ومتضامن تماما مع الأهل في قطاع غزة. نعم أستاذ منجر، يعني لاحظ ضرب الكيان الصهيوني لفلسطين خرج عن مفهوم الإنسانية، يعني تقطعت جميع السبل بفلسطين. يعني شاهدنا خلال هذا الشهر تم خروج أكثر المستشفيات عن الخدمة، وآخرها يوم أمس تم تصريح أنه مستشفى القدس أعلنت إغلاقها بالكامل بسبب أنه تم قطع الطرق المؤدية إلها، على الرغم من أنه هذه المستشفى تضم 1400 نازح. زين هنا شلون راح يكون وضع هؤلاء النازحين بهذه المستشفى؟ هل سينتقلون إلى مكان آخر؟ كيف تصل المساعدات إليهم؟ شلون راح يتم وضعهم أو يعني ينتقلون إلى مكان كان آخر أم لا؟ تفضل. المساعدات ضئيلة وشحيحة ولا تكفي إلا لاثنين أو 3% من سكان قطاع غزة، ومعظمهم متضرر من هذا العدوان. الاستهدافات الإسرائيلية للمستشفيات أخرجت 16 مستشفى عن الخدمة وأكثر من 35 مركزا طبيا. أيضا الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين، للعاملين في الوكالات الأجنبية خصوصا وكالة الأونروا وغيرها. الاستهداف للمستشفيات، إسرائيل من خلال البيانات المضللة تحاول أن تظهر أن هناك وجود للمقاومة أسفل المستشفيات، وأنها تستغل المآذن والمساجد والجوامع والمدارس لتنصب منصات لإطلاق الصواريخ، وبالتالي هناك تبرير قبل إسرائيل وهو تبرير زائف وغير حقيقي من أجل مواصلة القصف واستهداف المستشفيات. ما جرى في مجزرة جباليا بررته إسرائيل أنه استهدف نفقا، وبالتالي تم استخدام أوزان ثقيلة من المتفجرات. مستشفى الشفاء تم تبرير العملية أنها تمت بسيارات الإسعاف المتوجهة إلى معبر رفح، أن هذه السيارات كانت تقل مقاومين من المقاومة الفلسطينية. أيضا العملية الأخيرة لاستهداف مستشفى الشفاء الواح الشمسية بجوار المستشفى هي تبرير إسرائيلي أن هناك 200 من المقاومين الذين نفذوا عملية طوفان الأقصى يتواجدون داخل المستشفى. إذن تسوق إسرائيل هذه المبررات من أجل الاستمرار في عدوانها على الشعب في قطاع غزة. نعم أكيد نتمنى السلامة لكل الجرحى في غزة، وأكيد على الرغم من خروج هذه المستشفيات عن الخدمة نتمنى أنه السلامة لهم. أنتقل لضيفي مؤيد العلي. أستاذ مؤيد، يعني مدى أهلية بعض حكام العرب لاتخاذ موقف عربي موحد باتجاه فلسطين، أما بدعمها من الناحية العسكرية أو من ناحية كسر حصار غزة؟ لا ننسى أنه مصر هي لديها معبر مهم جدا وهو رفح. كيف ترى هذا الوضع وكيف تقرأ هذا الموضوع؟ يعني الحكومات العربية منذ عقود طويلة جدا، منذ بدء الصراع مع هذا الكيان الغاصب، هي لم تكن بالمستوى المطلوب، سواء كان على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي على الأقل. للأسف يعني العديد من الدول والحكومات العربية هي
أتت بمباركة غربية وإسرائيلية واضحة من أجل أن تكون على رأس بعض الحكومات العربية جهات أو شخصيات معينة تدخل لهكذا يوم أن لا يكون لها موقف حقيقي وموقف شجاع وواضح من باب الانطلاق إن لم يكن من انطلاق مبادئ يعني الدين الإسلامي الحنيف ونصرة المستضعفين والمظلومين، إنما قد يكون من باب إنساني. ذلك هؤلاء الحكام يعني يخشون على عروشهم، يخشون على تواجدهم في أماكن السلطة في تلك الدول، وبالتالي نرى أنه مواقف يعني لا ترتقي إلى مستوى الطموح. قد تكون هناك تصريحات من هنا من أو من هذه الدولة أو من تلك الدولة، لكنها واقعا لا ترتقي إلى طبيعة الصراع مع الكيان الغاصب، ولا ترتقي إلى طبيعة المجازر والإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الغاصب في غزة تحديدا في هذا الشهر الفائت. الأمر يحتاج إلى يعني على الأقل على هؤلاء الحكام كانوا أن يكون لهم موقف على الأقل إعلامي وسياسي واضح. للأسف بعض الفضائيات التي تنطلق من بعض الدول العربية كأنما هي تدافع عن إسرائيل وتسمي الشهداء فلسطين رغم كل ما يجري اليوم من مأساة تسميهم بالقتلى، وتسمي المقاومين بالمسلحين. هذا الأمر يحمل محاولة لتضليل الرأي العام، تأطيره باتجاهات معينة. إعلام بعض الدول للأسف بعض الدول العربية والإسلامية يأتي في مصلحة إسرائيل، حتى بعض الدول من منابر معينة تنهى الشعوب العربية والإسلامية أن تتحرك باتجاه قضية فلسطين. هل الكيان الصهيوني يتحكم بهم يعني بهذه الطريقة؟ نعم، أنا كما قلت أنه الكيان الغاصب منذ أن أسس وأصبح كغدة سرطانية في قلب المنطقة العربية والإسلامية تحديدا في فلسطين الحبيبة، عمل على أن تكون دول الطوق أو الدول القريبة والدول الإقليمية للكيان الغاصب هي دول يعني نوعا ما لا تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بالعودة وتأسيس دولته، وأن يجب أن يؤمن بوجود الكيان الغاصب. يعني بعض هذه الدول للأسف يعني كانت تعمل بهذا الاتجاه، لذلك عندما عمل محور المقاومة باتجاه واضح أن تكون هناك طوق ناري باتجاه إسرائيل هو ما كان يقلق إسرائيل. اليوم لبنان من الجهة الشمالية، فلسطين، سوريا، بعد ذلك العراق والدول الأخرى واليمن، الجمهورية الإسلامية، كل هذه الدول تقلق الوجود الإسرائيلي. أما باقي الدول العربية للأسف موقفها لا نترجى منها أن يكون لها موقف على الأقل عسكري، رغم أنها تمتلك جيوش كبيرة وتمتلك أسلحة. مثلا السعودية العربية هي تحتل المرتبة الأولى في شراء الأسلحة من البنتاغون من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الأردن تمتلك طائرات F-16 وهي قريبة على متاخمة وقريبة جدا من فلسطين. هؤلاء لا نتوقع منهم موقف أمنيا أو عسكريا تجاه يعني نصرة الشعب الفلسطيني أو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، لكن كان على الأقل من واجب إن لم يكن دينيا كما قلنا من منطلق إسلامي، من واجب إنساني أن يكون هناك موقف سياسي موحد يترجم على أرض الواقع لنصرة المقاومة الفلسطينية، نصرة الشعب الفلسطيني على الأقل كما تفضلتم. اليوم مصر للأسف هذا الموقف لا يعني لا يعبر بشكل واضح عن دولة تحترم جارها كفلسطين وتغلق معبر رفح بالكامل نتيجة الضغوط الإسرائيلية، أو كانت هناك فتح يعني عملية فتحه بشكل متقطع جدا، حتى المساعدات والشحنات التي دخلت قبل فترة هي لا تكفي لما يحتاجه الشعب الفلسطيني. وقد قال الضيف الكبير الكريم من فلسطين أنه اليوم 2% من ما يتواجد في مساعدات أو مواد لوجستية هي لا تكفي إلا 2% من قطاع غزة. بالتالي نحن فعلا أمام إبادة جماعية، قصف مستمر ومتكرر على المستشفيات والمدنيين، وأيضا هناك عمليات قطع للكهرباء والماء والبنى التحتية والغذاء، وبالتالي الدول العربية صامتة ولا تقوم بتحريك يعني جهودها الدبلوماسية من أجل تحقيق حراك حقيقي. رأينا أن هناك كانت مواقف واضحة من قبل بعض فصائل المقاومة ومعروف خط فصائل المقاومة. أيضا الشعب العراقي اليوم هناك حشود جماهيرية غفيرة تعتصم في حدود العراق مع الأردن في طريبيل. هذه رسائل واضحة، لكن للأسف معظم الدول العربية التي تمثل السواد الأعظم في الدول العربية لم يكن موقفها موقفا حقيقيا ومساندا بشكل يشفي الغليل أمام هذا التوغل وهذا الإجرام الصهيوني. طيب أستاذ مؤيد، يعني آخر المستجدات خلال شهر من عملية طوفان الأقصى، لاحظنا حسب إحصائيات الصحة الفلسطينية أنه ارتفاع حصيلة الضحايا خلال هذا الشهر إلى أكثر من 10,000 شهيد، وإصابة أكثر من 25,000 مواطن، المفقودين أكيد أكثر من 2,000 مفقود يعني بينهم أطفال. زين هذه الأرقام ما حركت ضمير بعض الأنظمة العربية؟ يعني من يشاهدون هذه الأرقام الكبيرة والمرعبة، هل يعني ما حاولوا أن هم يقومون بمبادرات على الأقل تقديم مساعدات؟ مثل ما ذكرنا المساعدات قليلة جدا مقارنة بالوضع. نعم، يعني هذه الدول العربية كما قلنا موقفها واضح جدا ولا ارتقي إلى مستوى الطموح. يعني هذه يعني الشهداء رحمهم الله والجرحى
شافوهم الله أعداد للأسف تزداد يعني يوما بعد يوم، لأنه آلة القصف الأمريكية الإسرائيلية مستمرة لحد هذه اللحظة، هناك ثبات وصمود من قبل المقاومة ومن قبل الشعب الفلسطيني. إسرائيل لها هدف واضح، هي وأمريكا تريد أن تلحق أكبر عدد ممكن، توقع أكبر عدد ممكن من الضحايا وتدمير لأكبر عدد ممكن من البنى التحتية في غزة وفي فلسطين، في محاولة كما قلنا لحفظ ما وجه الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى. لكن موقف الدول العربية للأسف هناك تناقض، حتى ليس فقط موقف الدول العربية، حتى موقف العالم بأسره، المنظمات حقوق الإنسان، الدول التي تدعي الديمقراطية والإنسانية وتدافع عن حقوق الإنسان. رأينا يعني يوم أمس وما قبله حتى تظاهرات للشعب الأمريكي أمام الكونغرس تندد بالجرائم الإسرائيلية، لكن الشعوب في جهة والحكومات في جهة أخرى. أمريكا تدعم بشكل واضح، أيضا بعض الدول الأوروبية تدعم كفرنسا، بريطانيا، ألمانيا وغيرها تدعم الكيان الغاصب بشكل واضح، لكن الدول العربية، وهنا الطامة الكرة، الدول العربية يعني هذا الشعب الفلسطيني هو شعب عربي وشعب مسلم، ودائما ما تتغنى بعض الدول العربية بالقومية والعروبة، أين ذهبت القومية، أين ذهبت العروبة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني؟ كما قلتم على الأقل مساعدات إنسانية، لكن هؤلاء الحكام هم يخشون على عروشهم، وبالتالي هم أذرع وبيادق تحركهم أمريكا وإسرائيل كيفما تشاء، لذلك المواقف هم هزيلة جدا لا تتقي إلى مستوى الطوم. حتى لو كان ليس فقط 10,000 ضحية، لو كان هناك 100,000 ضحية سوف يكتفون فقط بالتنديدات والاستنكارات وبيانات الشجب، وهذه لا تغني ولا تحل في القضية شيء. أيضا قد تكون هناك تقريبا يعني في يوم 11 أو 12 قد تكون هناك قمة في السعودية، نعم، بهذا الاتجاه، لكن يجب أن تكون هذه القمة تختلف عن سابقاتها، تكون مواقف حقيقية تترجم على أرض الواقع، لا فقط مجرد بيانات شجب واستنكار، لا توفر الأمن لأبناء الشعب الفلسطيني، ولا توفر الغذاء، ولا توفر الأدوية والمستلزمات الطبية لآلاف الجرحى اليوم في فلسطين. ما الهدف منها إذا لا توفر لا طعام لا شراب لا مساعدات؟ الهدف منها، الهدف منه هو هذه بعض حكومات هذه الدول العربية هي تعمل في سياق الخطة الأمريكية الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني، لتهجير الشعب الفلسطيني، لمعاقبة الشعب الفلسطيني، لأنها عجزت أن تلحق لحد الآن أضرار أو ضربات يعني موجعة للمقاومة الفلسطينية، ما زالت تعمل تحت الأرض وأيضا تتقدم وتصد هجمات برية. لذلك غضب الجانب الأمريكي والإسرائيلي صب بشكل كامل على الشعب الفلسطيني، وللأسف هذه الحكومات هي تشارك في الحصار، تشارك في تجويع الشعب الفلسطيني، وتشارك أيضا بقتل أبناء الشعب الفلسطيني. من لم يقتل بضربات وصواريخ أمريكا وإسرائيل قد تكون لهم مشاكل، قد يفارق الحياة بسبب عدم توفر الأدوية، عدم توفر الغذاء والماء المناسب، يعني نتكلم عن 31 يوم والمساعدات شحيحة جدا. هذا الأمر يعني بصراحة ليس فقط أمريكا وإسرائيل من تتحمل مسؤوليته الشرعية والتاريخية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ، بل حتى هذه الدول العربية والتي تدعي أنها دول إسلامية ساكتة، مع العلم أن الشريعة الإسلامية يعني أمرتنا بنصرة المستضعفين والمظلومين وأن نقف وجه الظالمين. أنتقل، نعم أستاذ مايد، أنتقل لضيف الكريم منير أرغول الناشط والصحفي من فلسطين. أستاذ منير، يعني نتحدث عن قبل طوفان الأقصى، ما هو وضع غزة؟ هل كانت هناك مضايقات أم كان الوضع طبيعي؟ نعم، غزة كما قلت منذ أكثر من 18 عاماً وهي محاصرة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 20,000 فقط من سكان غزة يسمح لهم بالعمل داخل الداخل الفلسطيني وفي مدينة القدس وفق شروط معقدة، فإن ذلك يشكل رقما هامشيا أمام 2,300,000 مواطن يقطنون في غزة. الحياة في غزة كانت صعبة جدا 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 قبل القصف، قبل العدوان وقبل الحروب، وبالتالي فإن هذه الأوضاع فرضت على عدد كبير من الشبان مغادرة القطاع بحرا نحو دول أوروبية من أجل إيجاد فرص عمل. غزة تحت خط فقر، تحت خط الجوع، وهي صاحبة المكانة الأكثر كثافة سكانية في العالم. لم تكن الأوضاع صحية، لم تكن جيدة بحق مواطني القطاع، ومن هنا عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لابد من رد فعل على انتهاكات وتصرفات إسرائيل، وهذا ما كان. نعم أستاذ منير، يعني قبل ذكر أستاذ يعني مؤيد أنه
فلسطين تعاني من عدم وجود مساعدات، وحضرتك أيضا ذكرت لا طعام، لا شراب، لا كهرباء، لا بنى تحتية، لا مستشفيات. زين، ما هو الحل؟ هل سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ يعني ما معقول أنه يستمر الوضع هكذا وإحنا يعني حندخل بالشهر الثاني. نعم، في حقيقة الأمر الولايات المتحدة لا تعتبر مساندة فحسب لإسرائيل، بل تعتبر شريكة في شن هذه الحرب والعدوان وتوفير كافة الذخائر والعتاد العسكري من أجل دعم إسرائيل التي تعتبرها الشريك والحليف الاستراتيجي لها في الشرق الأوسط. والمقاومة والشعب الفلسطيني يواجه الجوع، نقص الدواء والماء والغذاء والوقود والكهرباء وكل هذه الأمور. يضاف إليها أن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني من غزة تركوا بيوتهم التي تهدمت بفعل القصف الإسرائيلي ونزحوا نحو الجنوب، ولم يكن هناك أي مكان آمن في قطاع غزة، وبالتالي هم معرضون للقصف. إضافة للحالة النفسية الصعبة التي يعيشها الأهل في غزة مع ارتفاع عدد الشهداء إلى تقريبا 10,500، وعدد الجرحى إلى تقريبا 26,000، وهناك الآلاف تحت الأنقاض وربما يرتفع العدد بشكل صاخب. وهنا نتحدث عن كوارث إنسانية تسبب أزمات نفسية، تحتاج غزة إلى سنوات طويلة من أجل إعادة ترميمها. ولا نعلم إلى أين يتجه الاحتلال الإسرائيلي الذي صرح أمس واليوم بشكل واضح أنه يتعين علينا أن نحتل قطاع غزة لفترة من الوقت حتى نزيل التهديد سلطنات الجنوب. نعم أستاذ منير، يعني هناك سؤال يدور في أذهان الشعوب العربية أجمعها، أنه رغم ما موجودة مستشفيات وأغلبها مثل ما ذكرت قبل قليل أنه أكثر من 16 مستشفى خرجت عن الخدمة، شلون دا يتم معالجة الجرحى؟ وعلى الرغم أنه هناك آلاف الجرحى يوميا يعني يرتقون، وتكون لازم أكو معالجات، أكو يعني سبل الإنقاذ لهم، زين شلون دا يتم معالجتهم؟ وين يروحون؟ هناك آلاف الجرحى في ساحات المستشفيات، الجروح الطفيفة المتوسطة حتى يتم معالجتها، يشبه مستشفيات ميدانية تشرف عليها الطواقم الطبية في معظم مستشفيات قطاع غزة. الحالات الحرجة جدا والخطيرة والتي تقترب من الشهادة يتم نقلها داخل الأسرة الممتلئة والمكتظة داخل المستشفيات. كنا خيرا عندما تم معبر رفح تزيد الجرحى للعيش في المستشفيات الميدانية في مصر وسيناء، أو أيضا المساعدات التي تأتي من قبل الأردن، الإمارات وبعض الدول العربية. لكن معبر رفح أغلق حتى ملف المفاوضات، حتى هذه اللحظة أقفل منذ 3 أيام. المقاومة تشترط البدء بإجراءات التفاوض حول موضوعة المحتجزين والرهائن إذا ما توقف العنوان، وإسرائيل تقول لن نتفاوض إلا يتم الإفراج عن المختطفين والمحتجزين، وبالتالي يستمر القصف، يستمر ارتقاء الشهداء والجرحى ووصولهم إلى المستشفيات. نعتقد أن المستشفيات بعد أيام قليلة ستخرج عن قدرتها الاستيعابية، ولن يكون هناك مكان لاستيعاب مزيد من الجرحى والشهداء. أكيد نتمنى السلامة لهم. أكيد أنتقل لضيفي الكريم مؤيد العلي. أستاذ مؤيد، يعني هذا الواقع ماذا يحتاج ليتغير؟ عندنا شاهد هناك مثل ما ذكرنا إبادة جماعية، مثل ما ذكر الأستاذ منير أنه مستشفيات ستتوقف عن العمل بالكامل، هناك تدمير للبنى التحتية، أغلب المواطنين يتهجرون من منازلهم، يتركون منازلهم. زين، شو يحتاج هذا الواقع حتى يتغير؟ يجب أن يكون اتجاه هو دعم المقاومة الفلسطينية الصامدة والباسلة التي تقف وجه هذا العدوان البربري الوحشي الهمجي ضد قطاع غزة، وأيضا يكون هناك تحرك سياسي من قبل الدول العربية والإسلامية، بل حتى الدول الأوروبية والدول الغربية التي على الأقل تحترم الإنسانية وتدعي وكما تدعي بأنها تحترم الإنسانية وحقوق الإنسان، من أجل أولا إيقاف العدوان في غزة، وهذا مطلب حقيقي ومطلب إنساني ومطلب يعني يجب على كل دولة وكل شخصيات مسؤولة وتتحكم في الرأي العام العالمي أن يكون لها موقف بهذا الاتجاه، وأيضا إيقاف هذا العدوان، وبعد ذلك تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. يعني تعرفون أن غزة البنى التحتية فيها معظمها تعرضت إلى عمليات تدمير بشكل
إن لم يكن كامل شبه كامل عمليات الإبادة الجماعية القتلى بهذه الأعداد الكبيرة التي تفضلتم بها وأيضا الضيف الكريم من فلسطين. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية وتحرك شجاع وحقيقي من قبل كل الدول من اتجاه وقف هذا العدوان، وأن تكون مساعي خيرة من أجل أن تكون هناك هدنة أو تفاوض، إلا بالتالي حتى إسرائيل أو أمريكا أنا لا أعتقد أنها ترغب في إطالة أمد هذه الحرب، لأنها سوف تكون يعني تأثيراتها وارتداداتها سلبية على الطرفين. أولا اليوم أمريكا هي بالكامل تقدم المساعدات الأمنية والعسكرية بل حتى الاقتصادية إلى إسرائيل، وبالتالي انشغلت عن الجبهة الأخرى والمواجهة مع روسيا في أوكرانيا، وهناك يعني تقدم كبير جدا للقوات الروسية وخسائر تتكبدها يوميا بشكل كبير ونوعي القوات الأوكرانية. فبالتالي أيضا أمريكا لا تريد أن تفتح أو توسع جبهاتها في أوكرانيا أو في منطقة غرب آسيا وكما تسميها الشرق الأوسط. النقطة المهمة الأخرى أنه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يتراجع وبدأ هناك كساد كبير جدا. تقارير من صحف إسرائيلية تقول أنه في نهاية هذا العام تقريبا أو بداية العام المقبل سوف تكون خسارة إسرائيل إذا استمرت هذه الظروف أكثر من 60 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي لا يتحمل هذه الوضعية، المستوطنون الصهاينة لا يتحملون هذه الوضعية، لأنهم لم يمروا بأزمات قوية كهذه الأزمة، أزمة حرب، أزمة مقاومة كبيرة، صواريخ لم تصل فقط إلى غلاف غزة إنما تعدتها إلى مناطق يعني متعددة في إسرائيل. وهذا الأمر مهم جدا، اليوم لم يأمن الإسرائيلي على وجوده ليس فقط في غزة ولا في تل أبيب، إنما حتى مناطق بعيدة جدا عن الحدود الفلسطينية وغيرها تصلها صواريخ المقاومة بشكل عام. هذه الأمور لا أعتقد أن إسرائيل لديها القدرة على أن تكون هناك مطاولة وأن تبقى جبهة القتال مفتوحة إلى ما لا نهاية. أيضا أمريكا قلنا مشاكلها الداخلية، مشاكلها مع الصين اقتصاديا، مشاكلها السياسية والأمنية مع روسيا والصدام مع أوكرانيا، كل هذه الأمور تجعل أمريكا يعني أمريكا التي هي تتحكم بقرار الحرب اليوم في إسرائيل أن تكون في مشروعها يعني إيقاف أن تكون هناك هدنة أو مفاوضات. لكن التعنت والاستكبار الأمريكي والإسرائيلي، هم يريدون مفاوضات بلا شروط، يريدون تسليم الأسرى كما قال الضيف، يعني هذه الرهائن أو الأسرى لدى القوات المقاومة الفلسطينية هي بالتالي يجب أن يكون مقابلها إيقاف العدوان أولا، ثم بعد ذلك التفاوض على آلاف الأسرى والمعذبون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحراكات يجب أن تكون مستمرة وأن تستغل نقطة قوة مهمة جدا، أنه اليوم المقاومة حاضرة في فلسطين وتوجه ضربات موجعة وهي صامدة، لكنها يجب أن تسند بقرار سياسي من قبل تحديدا الدول العربية والإسلامية التي يجب أن تتبلور بقرار وحراك وأن تخرج من ثباتها ومواقفها التي كما قلنا هي لا ترتقي إلى مستوى الحدث. زين أستاذ معيد، ذكرت أثناء حديثك عن هدنة، إذا صارت هذه الهدنة برأيك قد تستمر أيام ساعات؟ شنو رأيك؟ وهل الشعب الفلسطيني يعني راح يثق بهذه الهدنة؟ ليس لا فقط لا الشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية ولا المقاومة بشكل عام ولا الشعوب العربية يعني المقاومة والتي تناهض الوجود الأمريكي أو إسرائيل أنها تثق بهكذا هدنة، لكن على الأقل هدنة إنسانية من أجل الحفاظ على حياة الأبرياء. اليوم حتى هناك من منابر دولية يعني ومن بعض المنظمات الدولية التي هي نوعا ما خارجة عن العباءة الأمريكية بشكل أو آخر تقول أن هذه مجازر إنسانية، يجب الحفاظ على حماية المدنيين حتى لو أن كانت دولة إسرائيل هي دولة محتلة، فبالتالي وفق القوانين وفق الآليات الدولية المتعارف عليها يجب أن حماية أرواح الناس، حماية ممتلكاتهم، الحفاظ على البنية التحتية، توفير مستلزمات العيش بأبسط صورة. لكن اليوم يعني كما قلنا مجاعة، إبادة جماعية، هذه الأمور هي الهدنة، يعني لا يمكن الوثوق يعني من عذرا من الغباء أن نثق بالجانب الأمريكي والإسرائيلي، لكنها قد تكون هدنة لكي تمهد إلى عمليات مفاوضات مستقبلية من أجل أولا تبادل الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال، وهي أحد أسباب العمليات التي انطلقت في أحد أهم الأسباب لعملية طوفان الأقصى، أن هناك معذبون وشخصيات كبيرة جدا بالآلاف من الشعب الفلسطيني أبرياء متواجدين في سجون الاحتلال وتعرضون إلى التعذيب بشكل يومي وبشكل مستمر. هذا الأمر يعني أيضا يحتاج إلى أنه هذه الهدنة أن تدعم بقرارات يعني من قبل المقاومة ومسنودة من الشعب الفلسطيني لوضع يعني خطوط أمان، أن لا يقوم العدو الإسرائيلي بهجمات أخرى. قد تكون هناك عهود دولية أو أطراف دولية تدخل كضامن
بين الطرفين، لكن انا اعتقد انه كما قلتم الجانب الاسرائيلي لا يمكن الضمان يعني الوثوق به بشكل مطلق، لكنه يعني لو صبرنا يعني بعد فتره هو لا يستطيع الاجتياح البر الكامل لانه نعم. جرب اكثر من مره وتعرض الى فخاخ المقاومه الفلسطينيه، وايضا هناك دعم للمقاومه الفلسطينيه سواء كان من الجبهه الشماليه من قبل حزب الله في لبنان الذي يناور من اجل ان يخفف الزخم ويخفف حجم الضربات عن فلسطين. اليوم معظم او ثلث الجيش الاسرائيلي توجه باتجاه الحدود الشماليه لانه يدرك تماما القوه والقدرات النوعيه لحزب الله. ايضا هناك المقاومه الاسلاميه في العراق التي دخلت بقوة في قلب المعركة وتوجه ضربات بشكل يومي إلى المصالح الأمريكية في رسالة واضحة، إن استمر دعمكم وقيادتكم لهذه المعركة ولهذه المجزرة سوف تزداد عمليات المقاومة. رأينا هناك تطور نوعي اليوم أو ليلة أمس أعلنت المقاومة العراقية عن دخول صواريخ جديدة متوسطة المدى، وهذه تطور نوعي جدا في المعادلة، تمتلك يعني اسم تحت مسمى الأقصى واحد. وأيضا المقاومة العراقية لا تقصف فقط المصالح الأمريكية في العراق إنما قصفتها في سوريا وبعض المناطق الأخرى، رسالة واضحة إلى الأمريكي الذي هو اليوم الإسرائيلي يحتمي تحت العباءة الأمريكية بشكل واضح، وأمريكا هي من تدير المعركة، إن المصالح الأمريكية مستهدفة طالما هناك استمرار ودعم وقيادة للمجازر في فلسطين. لذلك كل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة، وأنا أعتقد أنه اليوم من بدأ عملية طوفان الأقصى هو من يتحكم بطبيعة المعادلة حاليا أو في المستقبل. أمريكا وإسرائيل فقدت زمام المبادرة، لذلك حتى يعني عملية زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى العراق في محاولة قد تكون هناك رسالات تهديد مبطنة أو قد تكون هناك محاولات إيقاف الهجمات ضد المصالح الأمريكية، وأعتقد أن هذا الأمر يعني سوف تستمر أمريكا بهكذا سياسة، هي يعني دولة مستكبرة وظالمة لا تريد أن تخضع للتفاوضات إلا بشروطها، واليوم المقاومة هي من تتحكم بالمعادلة، فبالتالي يعني تبقى المسألة مسألة صبر ومسألة وقت. أستاذ مايد، ذكرت أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى العراق، ليش اختار العراق؟ أولا العراق رقم مهم جدا في المنطقة، يعني العراق لا يمكن استهانة به، موقعه الجغرافي، العراق هو ضمن جغرافية دول محور المقاومة والممانعة، ايضا العراق يلعب يعني بدا سياسته الخارجيه في هذه الحكومه نوعا ما تتحسن ويلعب دورا مهما جدا في ملفات مهمه اقليميه ودوليه ضاغطه، لا ننسى التقارب الايراني السعودي بوساطه عراقيه، وكان العراق دور مهم جدا في هذا المساله، حتى اوكرانيا في فتره من الفترات يعني ارادت ان توسط العراق في بعض مشاكلها مع روسيا ودول اخرى. ايضا العراق اليوم بطبيعه ما يمتلكه من القدرات بشريه، الشعب العراقي يرفض الوجود الامريكي، الشعب العراقي انبثقت منه مقاومه اسلاميه بطله وشجاعه، اليوم دخلت الى قلب المعركه واشار بها واشاد بها سيد المقاومه السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير لاكثر من مره، اشاد بالقرار الصائب والحكيم والشجاع للمقاومه العراقيه التي دخلت في هذه المعادله. لذلك زياره وزير الخارجيه الامريكيه تاتي اولا في محاوله للضغط، يعني انا برايي محاوله للضغط على الحكومه لكي توقف، او رساله توصلها لفصائل المقاومه انها ان تقف هذه العمليات، قد تكون رساله تهديد للعراق، رساله تهديد اقتصاديه باعتبار ان اليوم امريكا هي من تتحكم بالاقتصاد العراقي من خلال الدولار والتحكم بسوق العمره والبنك الفدرالي، وهذه المشكله الطويله العريضه المستمره لحد الان. ايضا قد تكون هناك رساله امريكيه ارادت امريكا ان توصلها الى ايران او دول اخرى من خلال العراق، وهذا ما يفسر انه ذهاب السيد السوداني مباشره بعد اللقاء الى الجمهوريه الاسلاميه. لذلك انا اعتقد انها قد تكون كل هذه الامور هي محددات لان العراق اليوم يلعب رقما مهما في الساحه. ايضا رساله فصائل المقاومه ايضا كانت رساله واضحه وصريحه بعد الزياره، كثفت عملياتها بشكل واضح جدا، طيب قاعده عين الاسد استهدفت اكثر من 3 مرات الى 4 مرات في يوم واحد، ايضا استهداف في قاعده الحرير والتنف. استاذ مؤيد ينضم معي اكيد الباحثه في منتدى البحرين لحقوق الانسان من بيروت غنى الربعي، اهلا وسهلا بالست غنى. تحيه لكم وتحيه لجميع متابعي قناه الايام الفضائيه. أستاذ غدا، نتحدث عن موضوع جدا مهم بما أنه حضرتك بمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، آلاف الأطفال والنساء والرجال يرتقون في كل دقيقة بغزة، ونريد نتعرف على موقف المؤسسات اللي تعنى بحقوق الإنسان. يعني اليوم كما بات الجميع يعرف كما بات الجميع قد شهد حتى الآن حول العالم، ومما لا يمكن نكرانه أن ما ترتكبه إسرائيل اليوم في غزة
ليس محاربة للفصائل الفلسطينية المقاومة المسلحة، مع أنها تريد ذلك ولكن بعجزها عن القيام بذلك. قد أصبحت كما بات يعرف أصبح جيشا قاتلا وليس جيشا مقاتلا. هي ما تفعله حتى الآن فقط هو قتل المدنيين، انتقام من البيئة الحاضنة للمقاومة المسلحة، لأنها عاجزة عسكريا واستخباراتيا عن مجابهة هذه المقاومة المسلحة. ولكن فإذا بات العالم جميعا يعرف الوجه الإجرامي الانتقامي الذي يرى فيه الكيان الصهيوني أنه بقتل الأطفال، إنما بذلك يحارب مقاومة. بأي شكل قام هذا الأطفال بمجابهة هذا العدو؟ نعم. بالنسبة للمنظمات الحقوقية، اليوم شاهدنا حول العالم مطالبات خجولة جدا من المنظمات الحقوقية الدولية، أقول الدولية بالتحديد وليس المحلية، ذلك بكل صراحة لأن هذه المنظمات تمول بشكل أساسي من الدول الداعمة والمساندة والشريكة لإسرائيل في إجرامها على غزة، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المنظمات الأمم المتحدة وغيرها، ولا أريد أن تسميتها بالاسم، ولكن هذه المنظمات إن سمت المجرمين بالاسم، يعني هي قامت ببعض المطالبات وقالت لا يجب أن يتم ضرب المدنيين وما إلى ذلك، ولكنهم ليسوا هواة، هم محترفون ويعرفون أنهم إذا لم يدينوا ولم يسموا القاتل والمجرم بالاسم، ليس فقط إسرائيل، بل من يقود الحرب الآن وليس من شريك وشريك فيها، من يقود الحرب الآن وهي الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم يدينوها الاسم ولم يقولوا إنها يجب أن تحاسب، فهم يعني ليس فقط يقصرون بل يتواطؤون إلى حد كبير مع المجرم على الضحية، وللأسف هم يساوون بين المجرم والضحية حين يتكلمون عن مساواة بين إسرائيل وجرائم إسرائيل وبين المقاومة الفلسطينية المسلحة المشروعة حماس وقامت به من إسرائيليين من أجل الأسرى معهم، الأسرى الذين يعانون منذ زمن بعيد ولا تستطيع هذه المنظمات ومن يدخل. أما بالنسبة للمنظمات الحقوقية المحلية في أوكرانيا وغيرها من المنظمات الحقوقية العربية ويعني غير الممولة من يعني المستقرة في تمويلها، هذه المنظمات تجمع المعلومات توصلها إلى الإعلام وإلى الرأي العام العالمي لكي تتحرك الشعوب، يمكن التعويل إلى الشعوب، لكي يتحرك الناخبون في هذه الشعوب، لكي يكون هناك سلطة قرار تولدها هذه الشعوب، كما قام شعب غزة بتوليد هذه المقاومة المسلحة، لكي تكون هذه الشعوب بتوليد من يمثلها في مراكز القرار من حيث مساندتها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. ونحن نرى اليوم ليس فقط مساندة عربية واسعة من حيث الشعوب طبعا وليس من حيث الأنظمة، بل نرى أيضا مساندة أوروبية، مساندة أمريكية لاتينية، مساندة آسيوية شرقية من مختلف شعوب العالم. هذا ما تكون المنظمات الحقوقية بالعقده، لأنه مجرد مطالبة مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة وما غيرها، نحن لقد شاهدنا أن هذا الأمر لا ينفع بكل واقع، نحن هذا الأمر لكن لا ينفع. أحد مدير مكتب حقوق الإنسان في نيويورك والأمم المتحدة استقال لأنه قال نحن في رسالة استقالته إلى مركز القرار في جنيف فشلنا حماية غزة ونصرة المظلومين في غزة، ولهذا أنا أقدم استقالتي، لأن من وقعوا على اتفاقية جنيف قالها في رسالة استقالتي بشكل واضح، من وقعوا على اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجزء كبير من أوروبا اليوم هم يساندون القاتل، اليوم هم ليسوا فقط لا يلتزمون بما وقعوا عليه بل اليوم يدعمون القاتل بالسلاح وبالموقف السياسي وبالغطاء الدولي بالفيتو وحتى بالمشاركة في القرار ده في الحرب، يعني المشاركة المباشرة في الحرب. طيب الباحثة في منتدى هذا المنطلق هذا هو الشأن، يعني هذا هو ملخص الشأن الإنساني وهذا هو ملخص العمل الحقوقي الذي أصبح منقصما، جزء منه صادق ولكن غير مؤثر بشكل كبير، أما الجزء الذي فعلا يستطيع أن يكون له تأثير هو جزء متواضع، يعني هناك جزء انتقائي ومتواضئ ممن يسمون أنفسهم حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية. شكرا ست غنى الرباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان من بيروت، شكرا لانضمامك معنا، وأكيد أنتقل لضيفي الكريم منير الغولف بدقيقة قراءتك للمعركة بدقيقة.
قراءتك للوضع الآن والمعركة هل راح تطول؟ معقدة ومركبة. أعتقد أنه قد يرشح موقف دبلوماسي وضغط دولي وعربي كبير في ظل استمرار المعركة، وبالتالي ربما تتوقف المعركة في نقطة معينة يتم من خلالها إجراء صفقة تبادل للمحتجزين والأسرى الفلسطينيين، وبعدها يتم اتخاذ لربما قرارات أممية تنهي هذا العدوان قبل أن تحقق إسرائيل مزاعمها وأمنياتها على أرض الواقع، علما بأن المقاومة لا زالت صامدة وتتحلى بكبرياء الأمن. نعم، الناشط والصحفي من فلسطين منير أرغول، شكرا لانضمامك معنا، وأكيد أشكر الأستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي، شكرا لانضمامك معنا. إذن أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.